من واشنطن ينضم إلينا الصحفية المختصة في الشأن الأمريكي رنا أبتر. أهلا وسهلا بك سيدة أبتر. يعني كيف تسير حتى الآن عمليات فرز الأصوات، ولماذا يتسابق كل من ترامب وبايدن للإعلان أنهما فائزان لطالما أن الصناديق أغلقت والتطمينات لن تغير ما بداخلها؟ تتجه الأنظار هل في هذه الساعة على ولايات حاسمة، هي ولاية ميشيغان أولاً وويسكونسن وبنسلفانيا. أيضا نحن بانتظار فرز النتائج بشكل نهائي في ولايتي جورجيا وكارولينا الشمالية. أهمية هذه الولايات هي أن المرشحين بحاجة لانتزاع عدد من هذه الولايات للفوز بأغلبية 270 صوتا، وهي أصوات المجمع الانتخابي التي ستطور الأحد المرشحين لمنصب الرئيس رئيس الولايات المتحدة. يبدو بأن الترجيحات تشير حتى الساعة إلى فوز بايدن بولاية ويسكونسن. هذه الولاية لديها 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وسيكون فوز بايدن فيها مهم للغاية. أيضا ولاية ميشيغان قالت حملة بايدن الانتخابية أنها ترجح أن تتمكن من إصدار النتيجة الأولية اليوم، ومع ترجيحات أيضا بفوز بايدن في هذه الولاية، لكن النتيجة متقاربة للغاية، وهذا سوف يشكل تحدي كبير أمام حملة بايدن الانتخابية مقابل تهديدات ترامب طبعا برفع الموضوع أمام القضاء الأمريكي نظرا لتقارب الأصوات الكبير بين الرجلين ترامب من جهة وبايدن من جهة أخرى. نعم، ومن الأقرب برأيك يعني بحسب هذه التوقعات لهذه الولايات التي لم ينتهي فرز الأصوات فيها بعد؟ يعني هذا هي فعلا في الوقت الحالي هي مسألة رياضية. الآن يبدو بأن بايدن لديه حوالي 238 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ترامب يتمتع ب 213 صوتا. إذا ترامب بحاجة إلى الفوز بولايات أكثر فقط إذا نظرنا إلى الأرقام الأولية. الترجيحات طبعا كما ذكرنا تشير إلى تقدم بايدن في بعض الولايات، لكن هناك ولايات مثل ولاية جورجيا وكارولينا الشمالية قد تذهب لمصلحة ترامب، وهنا يعني أصبح ربما السيناريو أحد السيناريوهات التي لم نتحدث عنها من قبل هي سيناريو التعادل. ربما هذا التعادل سوف يحدث. إذا الأيام الساعات بالتحديد الساعات المقبلة سوف تكون حاسمة لمعرفة توجه هذا السباق. هل سيعلن بايدن فوزه الليلة؟ هل سيقول ترامب بأنه سيتحدى وسيطعن بالنتيجة؟ أم أن النتيجة ستكون كبيرة لدرجة بأن الرئيس الأمريكي لن يتمكن من الطعن بها؟ نحن ننتظر هذه الولايات التي تحدثت عنها، هي سوف تكون الحاسمة في الساعات المقبلة. نعم، يعني برأيك في هذه الحالة في حال فوز بايدن، يعني إلى أي مدى يخشى الأمريكيون من الغرق في مستنقع فوضى في حال خسارة ترامب؟ وهل من الأساس بدنا يعني نلمس فكرة العنف بدوافع سياسية حاضرة في المجتمع الأمريكي؟ هذا يعتمد على ما سوف يقوله الرئيس الأمريكي في حال خسارته. يبدو من تغريداته التي هو غرد حتى قبل قليل وقال بأن النتائج تغيرت بشكل سحري لمصلحة بايدن، شكك بنتيجة التصويت وبنزاهة الانتخابات. هذه التصريحات تصريحات تثير الخوف هنا في الولايات المتحدة، لأنها تشكك بالنظام الانتخابي الأمريكي، وهذه التصريحات انتقدها حتى الجمهوريون. لكن الملفت للانتباه هو أنه أيضا في هذه الساعة الأخيرة تحدث زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل، وهو من حلفاء ترامب الأساسيين الذين تمكنوا من الاحتفاظ بمقاعدهم في مجلس الشيوخ، وقال بأنه على ما يبدو أن السباق سوف يحسم في المحاكم نظرا لتقارب النتيجة. هل هذا يعني تحضير للمرحلة المقبلة واستعداد المحامين من قبل الطرفين لخوض معركة قانونية تبدأ؟ طبعا هذه المعركة في حال بدأت سوف تبدأ على صعيد الولايات وليس في المحكمة الدستورية العليا فورا، تبدأ على مستوى الولايات. على ما يبدو أن التوجه الجمهوري أقله حتى الساعة هو اللجوء إلى هذا الحل.
نعم، يعني يعني نتابع التصريحات للرئيس دونالد ترامب، يعني الرجل يقول أن هنالك محاولات لإخفاء 500,000 صوت، وهذه سابقة يعني بالانتخابات الأمريكية أن يقوم أحد المرشحين بالتشكيك بهذه الطريقة. يعني برأيك كيف ينظر الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى هذه المسألة، وإلى أي حد هكذا خلاف وهكذا تشكيك يهدد صورة أو يهدد النموذج الديمقراطي الأمريكي عالميا، يعني ويعكس صورة مغايرة عما كنا نشهدها عن الديمقراطية الأمريكية؟ وهذا هو طبعا هذه هي المعضلة اليوم في الولايات المتحدة، حتى أن ربما تصريحات الرئيس الأمريكي الملفت فيها هي ردود الفعل التي صدرت بعد إعلان ترامب مثلا ليل أمس في وقت متأخر بأنه فاز في الانتخابات بعد أن تحدث مع الناخبين. ما قاله الجمهوريون ضروري للاطلاع عليه. قالوا وهم من خلفاء ترامب دعوه إلى التوقف عن تصريحات من هذا النوع. طبعا هو غرد يعني منذ أقل من 5 دقائق ونحن نتحدث ولم يتوقف عن هذه التصريحات، يبدو أنه مصر في اتباع هذا النهج، نهج التشكيك الذي بدأه منذ فترة. لكن النقطة الفارقة ستكون تقارب الأصوات، إذا كانت الأصوات متقاربة سوف يتمكن الرئيس الأمريكي من التشكيك بهذه النتيجة، لكن إذا كان الفارق كبيرا سيكون من الصعب عليه التشكيك ولف الصف الجمهوري حوله، لأن الجمهوريين في حال كانت نتيجة بعد فرز الأصوات كبيرة بين المرشحين سوف يدعون الرئيس الأمريكي إلى تسليم السلطة بطريقة سلمية. لكن بحسب كل المعطيات التي نراها حتى الساعة يبدو بأن فارق الأصوات سيكون صغيرا بين المرشحين وأن المعركة سوف تستمر ولن تحسم. شكرا جزيلا لك يا الصحفية المتخصصة في الشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن رنا أبتر.